والعباسية أو السرايا الصفراء، والأستاذ أسامة أبو العباس أحمد. كلنا قرأ ودرس في كتب التاريخ عن موقعة الريدانية والتي وقعت أحداثها عام 1517 بين جيش المماليك بقيادة تومانباي والسلطان العثماني سليم الأول. لكن الذي قد لا يعلمه الكثيرون أن الريدانية هي نفسها منطقة العباسية والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى ريدان الصقلي أحد أفراد حاشية الخليفة الفاطمي العزيز بالله. ريدان الصقلي أول من أصلح صحراءها وأنشأ فيها بستاناً كبيراً، وبعد هزيمة المماليك فيها ودخول العثمانيين منها للقاهرة أهملت هذه المنطقة، ثم تغير اسمها إلى الحصوة حتى أعاد اكتشافها عباس الأول ثالث حكام الأسرة العلوية. عباس حلمي الأول أعجب بتلك المنطقة وأمر بتشييد قصر له فيها، نوافذه بلغت 2000 نافذة، وفي عام 1851 أصدر قراراً بأن تسمى هذه المنطقة باسم العباسية. وعندما تولى حكم مصر الخديوي إسماعيل في 18 من يناير عام 1863 مد السكك الحديدية من القاهرة إلى العباسية، ثم من العباسية إلى منطقة القبة خط المرج فيما بعد، وأنشأ ميداناً لسباقات الخيول، وتحولت العباسية إلى ميدان للرماية والاحتفالات الشعبية. بعد احتلال الإنجليز لمصر استولت سلطات الاحتلال على العباسية وحولتها إلى ثكنة عسكرية بريطانية وأقاموا بها نادي الجيش البريطاني. ويرتبط بحي العباسية جامعة عين شمس العريقة، كما يرتبط بها مستشفى الأمراض العقلية الذي أصبح مرادفاً للحي، ويرجع تاريخه إلى عهد الخديوي إسماعيل حيث أنشأ هذه الإسبيتاليا في جزء من السراي الصفراء التي أقامها الخديوي إسماعيل، ثم احترقت هذه السراي وأعاد بناءها الخديوي توفيق وعرفت باسم سراي المجاذيب. ولأن تلك المنطقة كانت تتميز بالهواء الصحي النقي فقد توالى بناء المستشفيات بها، فأمام مستشفى الأمراض العقلية أقيم مستشفى الحميات، وجنوباً أقيم المستشفى الإيطالي أمبرتو الأول، ثم المستشفى اليوناني بجواره، ثم المستشفى القبطي. وفي منطقة السرايات أقيمت مدرسة الصناعة والزخرفة والتي أصبحت بعد ذلك كلية الهندسة. وبعد أن كانت مجرد صحراء جرداء التحمت بالقاهرة، بل وامتد العمران ليعبرها إلى الشرق أكثر فأكثر حيث مدينة نصر، وإلى الشمال الشرقي حيث مصر الجديدة.